صباح الخير يا ماما. صباح الورد يا أبو نوى. كنت ماما أكيد باينة كتير تعبانة. لأنني سايمة. سايمة؟ ليش؟ مش رمضان لسه. ما بتعرف؟ القسم من الأشهر لمحرم. صح، أنا بعرفه. أن وصل محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة. لا يا أبو نوى، اسمه كان بعد يثرى. صح، لسه اسمه يثرى. والرسول شاف اليهود صايمين لأنه كان عيد اليوم كيبور. شو هذا الصيام؟ سأل الرسول. في هذا اليوم الله أنقذ شعب إسرائيل من مصر، ومن أجل هذا صام نبي موسى. الرسول قال لنا صلة أكبر النبي موسى. فهمتي، يعني أنت صايمة عشان محمد صام؟ لا يا أبو نوما، ما بتسمعيش؟ أنا صايمة عشان النبي موسى. هلو. يعني كلنا بني إبراهيم؟ بالزبط.